اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك. احنا عندنا يوم في الاسبوع السمك، ولكن بنجيب الاسماك اللي هي في متناول الجميع، اللي يقدر الغني والفقير ياكلها، ولكن يعملها بخبره طهويه عاليه جدا. ما نستهزاش لما يكون عندنا جزل هامور، جزل قشر بياض، جزل وقار. سمك الجزل بيطلق على السمكه وهي متقطعه ببركتها. الفيليه يطلق على السمك اللي هو بيتفلى من السمكه، يتخلق من الشوك والحسك، عشان نبقى نعرف الفرق بين الاثنين. فالجزله دي عامله زي اللحم بعظمه، لما تروح عند الجزار تديله 2 كيلو لحمه بعظمه، هي الجزل زي كده. معانا جزل النهارده هنعملها صينيه بالبطاطس، ولكن اختراع جميل جدا الشيف المغازي بيحب ياكلها، وعشا البطاطس اللي بتجاور السعيد، وتجاور السعيد يسعد. ومعانا النهارده طبق مكرونه بالكاليماري والكريمه. المكرونه معايا النهارده شكلها قواقع، الاطفال بيحبوا اشكال الهندسيه للمكرونه. عملنا امبارح كانت سلطه مكرونه في يونكا، النهارده مكرونه قواقع هنعملها مع الكاليماريا والكريمه. ممكن نستبدل الكاليماريا بدل الصبيط، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ولكن عند الرنجه سمع هس. معانا رنجه النهارده وانا خبير رنجه وبعترف بكده، والسوشيال ميديا مدلعانا اخر دلع في ان انا رنجه انا بحبها واحب ابدع فيها. عملناها حواوشي وعملناها تورتايه وعملناها مافن الرنجه وعملناها مقليه كريسبي. الرنجه النهارده هعملها فطيره، فطيره الرنجه بالخضار، حاجه لطيفه وجميله كده. تشوفنا كلها ازاي مع بعض. عامله زي الكوشلارين من المطبخ الفرنسي، يبقى واخده سبانخ، واخده كريمه، واخده خضار، اختراع مغازي يعني. خلينا نشوف نعملها مع بعض ازاي، والرنجه اللي بيحب الرنجه يبدع في تفاصيلها وعمايلها. يعني نقول مع بعض تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم كمان جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل صينيه سمك بالبطاطس. احنا المصريين شطار جدا في عمايل السمك، والعالم كله بيشهد لنا. نسافر نروح اي بلد في العالم يقول لك المصري شاطر في اعداد اكله السمك، لان احنا بطبيعتنا بنحب السمك. معايا النهارده سمكه هامور، قشر بياض، اي نوع سمك مفيش مشكله. معانا بطاطس، ومعانا التوابل بتاعتنا، معانا فلفله ملونه، معانا بصل وتوم، زبده، كرفس متقطع ومفروم ناعم، قرنين فلفل حار كده زي الفل، عود من الشبت، عصره ليمون، والخبره الطهويه وشويه حب. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه هنجهز التتبيله بتاعه السمك، واحنا مع بعض كده سريعا، عشان السمك ده لازم يتحضر قبل ما ندخله الفرن مع البطاطس. شويه الدقيق الصغيرين دول كده، بنحط على الدقيق ده يا عم الشيف شويه بهارات، البهارات بتاعتنا. طالما الصينيه هتبقى صينيه سمك واخده الطعم المصري، يبقى الكزبره والبقدونس والشبت، الحاجات الجميله دي كده. والبهارات دي عند العطار، وارجوك يا ست الكل ما تقولوش العطار اديني 7 توابل و7 بهارات. الجو ده انت خد التوابل وروح البيت اعملي لها تركيبه كده حلوه، معاك شيف شاطر، واعملي برطمانات حلوه بتاعت المربى، برطمانات قديمه عندك فضيها كده واغسليها وزي الفل، وهات استيكر حط عليها، واكتبي على البرطمان ده مثلا ايه، بهارات كبسه، بهارات سمك، وهكذا. تبقى من اختراع ايدك انت. انا خدت المعلقتين دي حطيت عليهم شويه بهارات، شويه حب، ثوم مفروم ناعم، حطيتهم كده زي الفل على الدقيق يا عم الشيف، وحطيت معلقه فلفله حلوه، حلو الكلام، وحطيت عصره ليمون، وعملت خليط كده، خليط كريمي. حلو الكلام، زي الفل. هاخد الخليط ده زي ما هو كده اقلبه بايديا، اصبح عندي زي عجينه كده، ولكن عجينه طريه بالشكل الكريمي ده كده. حلو الكلام. هاخد السمك ده كده، شفت ازاي اغير من شكلها واغير من لونها. انا يهمني المسام بتاعه السمكه كده والتتبيله تخش جواها، والشكل ده كده بنفس الطريقه. الله، دي للسمكه الحلو ده كده عايزه، دي للسمكه يا ست الكل، عنوان السمكه وجنسيه السمكه واسم السمكه. عشان كده لما تروح تشتري سمك من عند الراجل السمك وهو بيقطعها لك جزل، قولوا له لو سمحت عايز الراس والديل لوحده. تقومي تعرفي سمكتك اللي انت اشتريتيها من عند الراجل السمك هي ولا اتغيرت.
شفت بقى الكلام؟ بعينيها بخياشمها هتعرفيها. سمك التبل بالشكل ده كده. أنا بحب رأس السمكة في صينية البطاطس. ليه يا عم الشيف؟ الفص السمك اللي بيبقى جنب العين في الحتة دي مكانه كده شفيق مخرجنا. الفص السمك ده هنا ده بجد. دي لما بتستوي بيبقى فيه فص سمك أبيض كده لوز. لولو. بتحط هنا كده لطيف جدا على فكرة. بيبقى موجود هنا جنب العين بالظبط. فأنا عايز الرأس بتاعت السمكة دي كده. السمك كده زي ما هو. عندي زيت شديد الحرارة. باخد السمك ده أحمره. في قلب الزيت شديد الحراره. حلو الكلام؟ طيب مش عايز احمره في الزيت مفيش مشكله، بس خليكي معايا كده علشان الموضوع ده مختلف النهارده. زي الفل. التحميره دي مطلوبه. الله. ودي للسمك ده عايزه زي ما هو. ونخلي السمك ده في قلب الزيت يتحمر شويه. هاخد الصينيه زي ما هي، اوعى تغيريها. اهي مكانها اهو. مكان السمك. مش هنخترعها، بس معانا بطاطس. ركزي معايا عشان الموضوع ده ايه؟ مهم جدا. معانا بطاطس. هناخد البطاطس يا عم الشيف نقطعها ونحطها في نفس الخلطه. شفت الموضوع بسيط ازاي وسهل؟ واقفه في مطبخك رايقه وفايقه. في الزحمه، في الزفاره، مفيش كركبه. اشتري 2 كيلو بطاطس، كيلو بطاطس، أنا بعشق البطاطس خاصة مع لحمة مع سمك في قلب الفرن، بسيب كل حاجة وآكل البطاطس، وخاصة لو مستوية جامد. بطاطس يعني كربوهيدرات، يعني نشويات، اتربينا عليها واتفطمنا عليها. هناخد البطاطس دي نقطعها شرايح كده، رفيعة، أهي. شوفي لما جيت أقطع البطاطسية عملت إيه؟ أسستها. التقطيعة دي مطلوبة، كمان واحدة. بشيل حتة منها كده واجي حاططها كده تحت ايديا، تقوم تثبت. واجي اقلبها كده. عرفت ازاي تقطعي البطاطس وتتحكمي في مسكة السكينة بتاعتك. نفس القصة اهي. عشان البطاطس ما تتقلبش تحت ايدك، تعور ايدك، خلي بالك، ده مطلوب. وتقطعها رفيعة بالشكل ده كده عشان تستوي بسرعة. ما الاقيش بقى قاعد باكل سمك والاقي البطاطساية قد كده. والبطاطس لما بتكونش مستويه في قلب الصينيه بتبقى بايخه قوي على فكره. مش بحبها، لازم تكون مهريه كده ومستويه. وانا من عشاق الرز مستوي والدان والبطاطس مستويه والدان. والدان يعني ايه؟ مش مستويه سوى زياده. والمكرونه نفس الطريقه. ليه انا اتعب معدتي؟ الرز بالذات لما تاخديه بقى مش مستوي يقعد في المعده فتره طويله على ما يتهضم. عايز تعرف الموضوع بيجي منين؟ تعالي كده يكون باقي شويه رز في قلب الحله وانت عايزه تغسليها. حط عليها ميه وسيبيها على جنب، تصحي الصبح مش هتعرفي الحله من شكلها وهي في الرز في قلبيها. هتلاقي الرز نفش وملى الحله. نفس الموضوع ده في المعده في الجهاز الهضمي. رز مش واخد سواه ولا واخد كميته من السوائل من الميه او الشوربه بينزل في المعدة يقعد باليومين التلاتة علشان يتهضم. البطاطس دي كلها زي الفل، كفاية قوي. هناخد البطاطس زي ما هي كده. في قلب الصينية اللي أنا كنت بتبل فيها السمك. حلو قوي. عندنا صينية على النار بتسخن. الصينية اللي أنا هعمل فيها السمك هي اللي أنا هقدم فيها. بختار صينية حلوة من عندي. وامسك البطاطس كده بالتقليبه الحلوه مكان السمك. لونها بيتغير ما تخافيش. بتاخد لون. فيها التوم، فيها البهارات، اعملي حسابك. شفت البطاطس غير لونها ازاي؟ بالهداوه. ولازم بنفس الترتيب اللي انا شغال ده بيه. السمك في الزيت بيستوي، قطعت البطاطس، تبلتها، والحاجه جاهزه معايا زي الفل. لغايه كده تمام؟ لغايه كده تمام، الله يكرمك. بص دلوقتي ونشوف الدنيا عامله ايه، زي الفل. اخبار السمك ايه؟ ده ما يتقلبش كتير يا مخرجنا، تنه في الزيت كده. نهزها كده بس. بس ما يتقلبش كتير. الصينيه اخبارها ايه؟ على النار. ببدا اعمل صينيه ارسمها بقى. معانا فلفل. معانا بصل. ونرسم صينيه حلوه عشان لما نقدمها على السفره يبان شكلها حلو. لوحة فنية. نضرب المعلقة والشوكة نلاقي شوية بطاطس حلوين
جزلة سمك حلوة، بصل حلو، فلفل حلو، طماطم حلوة، وهكذا. نضافة في ايدك اول باول. تعلمي ازاي تبقى واقفة في المطبخ رايقة وفايقة. معانا بصل، معانا طماطم، معانا فلفل اخضر، كمان بصلية عشان الحبايب، والسكينة بتاعتنا، طاسة فيها شوية زيت زيتون، والسمك في النار ما تقلقش اهو. حلو قوي. ناخد البصل ده كده يتقطع بالشكل ده كده، الله اهو، الشرايح دي مطلوبة في قلب الصينية كده. شوف التحميرة دي مطلوبة اهو، وانا شغال. معانا روزماري، فين الروزماري يا عم الشيف؟ الله، شفت بقى الطعم؟ بدا الزيت ياخد طعم الروزماري وطعم البصله. معانا شويه ثوم، البطاطس بتاعتنا، الله، نصها كده وانا شغال. حلو قوي، نص البطاطس تقريبا بالشكل ده كده، واحده واحده. السمك اخباره ايه؟ هو ده اللي انا عايزه، نشفر على السمك كده. تمام، نجيب صينيه، الله، هو ده. ناخد السمك بتاعنا، راس السمكه بتتحط كده، والجزده بتتحط كده، والجزده بتتحط كده، دي للسمك اللطيف ده يتحط كده بالشكل ده كده، الله. وناخد بقيه البطاطس تترص كده. اهم حاجه البصلايه والعود الرزماري اللي تحت. شفت شقاوه المطبخ؟ وارسم الصينيه كده بالشكل ده كده. شيل دي من هنا. حاضر يا فندم. هل عايز انا دي كده اخليها؟ ده نعناع اخضر، ده كرفس، ده فلفل احمر، اصفر، اخضر، شويه زبده، الله، معلقتين من الكريمه، الله. باخد ده كله يا عم الشيف، ميه مغليه. شفت شقاوه المطبخ؟ ميه مغليه، لازم تكون ميه تكون تغلى عندك. نقلبهم كده. بص على الشقاوة بالله عليك. تسلم ايدك يا مغازي. درجة حرارة الفرن عندي 180. درجة حرارة الفرن عندي 180. حلو الكلام، سيبها على الفرن كده، وانا شايف المخرج فرحان بيها. ايه الحلاوه دي؟ الصوره الحلوه دي جت منين؟ حبك للمطبخ. عود الروزماري ده كده. عينيا، حاضر. شوف بقى التركيه بتاعت المغازي. بص بس ركز عشان الموضوع ده مهم. انا حمرت السمك في شويه زيت. شوف التركيه دي كده. دول شويه زيت من تحمير السمك. يا ويلي، خلينا نطلع فاصل صغير عشان مخرجنا الجميل عايز الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى وتعني مليون كلمة على الفضائية المصرية والقناة الأولى. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تفاصيل صغيرة مع فطيرة الرنجة بالخضار. تقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضاء المصري. معايا رنجة مخلية، ولما خليت الرنجة احتفظت بالجلدة أو بالكفر بتاع الرنجة اللي هو متبخر، اللي هو في الآخر واخد له طعم الخشب. حلو الكلام؟ آه. ومعانا رنجة، ومعانا تشكيلة من الفلفل والبصل، ومعانا كرفس، ومعانا توم، ومعانا زبدة، ومعلقة فليفلة حلوة، والخبرة الطهوية، وما تنسيش شوية حب، وقرن فلفل حار. حلو الكلام؟ توابل والمقادير على الشاشة. يعني إيه فطيرة الرنجة؟ نعرف فطيرة سبانخ، فطيرة لحمة مفرومة، فطيرة الدجاج بالخضار. اختراع، إنما فطيرة رنجة ده اللي ما سمعناش عنه. إحنا مع بعض أهو، والمقادير على الشاشة. بجهز شوية الفلفل الحلوين دول، ومعايا طاسة بتسخن شديدة الحرارة على النار. نعم يا غالي، لا ده في الفرن، تبص عليها عينيا. حاضر. أنا عارف الصورة الحلوة لما بتعجبك ما بتبقاش عايز تفارقها. بص عليها، هو ده هو ده. معايا مخرج شاطر بيحب، هي دايما الفنان اللي بيرسم يحب الصورة جميلة، المخرج يحب الصورة الجميلة، المصور يحب صورة جميلة، الشيف المغازي يحب الصورة الجميلة. عينيا. حاضر اهي. ميل يا غزي الميل ميل. ايه رايك؟ قافلها ولا ايه؟ قافلها. خلاص كفاية. طيب تعال شوف موضوع الرنجة ده. اختراع يا مغازي. طاسة شديدة الحرارة على النار، بنحط فيها شوية زيت زيتون. مع زيت الزيتون ده كالعادة مكعب زبدة، مع شوية زعتر حلوين. رنجة زعتر وزبدة اصبر على رزقك. حلو. والجلدة بتاعت الرنجة عارفينها دي؟ اهي اهي اهي. شفت دي مخرجنا اهي اهي. دي انا عايزها اهي. شفت يا نهار ابيض اتقلبت. تاني بص دي الجلدة اهي اهي. الله، لا كده بقى مصنع رنجة والله يا ملاح، مصنع رنجة، ريحة الرنجة في الاستوديو قلب الاستوديو اهو. حلو الكلام واحنا شغالين مع بعض اهو. هنا الطعم، نبدأ ننزل بالفلفل. الله، هو ده كل ده اشيف كل ده فلفلة الملونة، بصل الحلو بتاعنا الأساتذة المصورين حبايبي، أنا بعتذر منهم والله، هم اللي في الاستوديو معايا بصراحة. الريحة أهو، شوف ده كله مع قلبي ليه؟ مع الجلد بتاعت الرنج، هو ده في قلبي. شيل كل ده يا عم الشيف، كل ده. اللهم صل على النبي. معانا كرفس، ونسيب ده كله على النار. علاية فلفلة حلوة، ونقلب ده كله على النار. ملح قليل جدا لان الرنجة بطبيعتها ملحه. حلو. شويه بابريكا حلوين، ونقلبها بالراحه كده علشان نرفع الجلده منين بالحاجات دي كلها. الله الله، لا تاكل الخضار تشم ريحه الرنج. الله، شفت الخضار بتاع الرنجة؟ لما بقول حقوق الطبع لدينا وبس، والصورة الحلوة بتفاصيلها الصغيرة والمعنى الكبير تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى، الكلام ده مش من فراغ. الكلام ده دراسة طهوية، خبرة طهوية، خبرة السنين. والعلم لا يكيل. ناخد الجلدة دي، مش عايزها بقى خلاص، دورها انتهى، أشيلها هنا كده. كمان واحدة هنا أهي. يعني والله انا بحب اكلها بصراحه. شيلها دي كده بس عشان لو الاطفال بياكلوا. في ضيوف عندنا، انت عارف بقى التفاصيل بقى. ايه ده؟ كلمه ايه ده على السفره انا مش بحبها. الاكله لها عنوان. خضره جاهزه، شيل دول من هنا عشان شكلهم مش لطيف. حلو. شيء ميه
واسيبهم على النار ونشيل كل حاجه من هنا عشان هنفرد عجينه عينيه. اه عايز افرد عجينه حلوه. وعند الصينيه فطيره. اه فطيره فطيره من الرنجه والروق الدنيا كده. معانا شويه سمسم للفطيره، ممكن تحط حبه البركه زي ما انت عايزه. دايما انا بحب المعجنات يكون معاها حبه البركه والسمسم، وحبه البركه بالذات ربنا يعم علينا البركه جميعا، قولوا امين. عشان كده البيكري دايما يستخدم حبه البكره، حبه البركه في المخبوزات بتاعته، تشم ريحه المخبوزات من على اول الشارع واحنا ماشيين. حلو الكلام. العجينه بتاعتنا عباره عن كوبايتين من الدقيق، بياخدوا معلقه سكر، نص معلقه ملح، معلقتين من الزيت، ميه دافيه. العجينه دي خاليه من الخميره بالشكل ده كده. دي عجينه عاديه خالص تشطرف عمايلها. مقاديرها تاني لحضراتكم كالاتي: كوبايتين من الدقيق يا عم الشيف، معلقتين من الزيت، معلقه سكر، وبتحط لها كمان ايه؟ معلقه ملح. والعجينه معايا زي الفل اهي، بفرتها كده. الله حلو. نفس الطريقه نفس الطريقه. تديكي بقى مساحات العجينه طالما واخده وقتها في التخمير، تديكي مساحات. وانا بفرد كده ممكن على فكره تحطها في صينيه او ما تحطهاش حسب الرغبه، بس انا عايز احطها في صينيه علشان ايه؟ تقعد عندنا يوم واثنين وثلاثه نقطع منها وناكل. حلوه مجهود. نريح العجينه بالشكل ده كده، نحط الصينيه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. نحط فيه شويه زيت زيتون. الخضار بيستوي على النار بتاع الرنجه ده، زيت زيتون، شويه زعتر مع زيت الزيتون، شويه سمسم مع زيت الزيتون. حلو كام. ناخد العجينه بتاعتنا نحطها هنا كده وتكون رقيقه، ونريح العجينه كده زي ما انا شغال كده. تشكيله الخضار بتاعتنا اللطيفه في قلب العجينه. يا ويلي ايه الاختراع ده يا شيف؟ اللي بيحب حاجه بيجود فيها، ده الطبيعي. زي واحد ما يحب شخص كده يتكلم في حقه كتير، الراجل ده طيب كريم بيجبر الخواطر، الواجب ما بيعدهوش، وهكذا. شفت الخضار؟ خضار لوحده فيه طعم الرنج. نيجي للرنجه بتاعتنا الحلوه. تعالي يا حلوه. الله. حاجه جديده. ممكن نقطعها، بس انا عايزها سليمه بصراحه، يعني شخصيتها كده. ممكن نقطعها مكعبات صغيره عادي، وده اختياري يعني. زي الفل. نجيب سكينه صغيره كده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقصقص اطراف العجينه عشان مش عايز انا الاطراف التخينه دي كده. لازم الجمال ده يبقى باين. حاضر يا غالي، عايز اشوف الصينيه اللي في الفرن. هنطلع الصينيه في الفرن وندخل دي. لا تقلق. اصبر عليا عشان الموضوع هنا شيق. شفت انا؟ اختراع.
اقلل العجين ده هنا. نفس القصه سكينه صغيره عشان كده بقول لك الاكسسوارات دي مطلوبه عندك. ونمسك العجينه كده. الله عليك يا عم الشيف، الله يبارك لك يا عم الشيف. لسه ما خلصتش. درجه حراره الفرن عندي 180. شيل ده كله من هنا، هنعمل حاجه لطيفه كده مع بعض. لا هتدوري في قاموس، هتدوري في كراس، هتدوري في كشكول، مش هتلاقي الخبره الطهويه دي خالص. دي معلقه فلفله حلوه، حلو الكلام، مكعب من الزبده صغير ينزل كده، شويه من الكرفس او البقدونس، عصره ليمون يا عم الشيف، حلو، مش هنحط ملح، معلقه كريمه صغيره، شويه زعتر حلوين، نقلب الخليط ده كده بمعلقه. واول حاجه اعملها كده على وش العجينه عشان تاخد لون معايا، مش هنحط بيض، لا مفيش اتفاق ما بيض مع بين البيض والرنجه خالص. نفس الخلطه، واخد الخلطه دي احطها هنا كده جوه. الله، كعب الزبده ده على الوش. الله، فطيره زي ما قال الكتاب. كتاب مين اللي بيقول الكلام ده؟ المغازي. رشة سمسم، حبة بركة زي ما انت تحبي. يلا افتح الفرن، صلي على الحبيب، قلبك يطيب. هنطلع الصينية بتاعتنا وندخل مكانها الفطيرة. انا هوريك ابداع دلوقتي. اللهم صل على النبي. يلا ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ الف هنا وشفا. ادي الصينيه بتاعتي جاهزه. ودي تتحط هنا كده. قول لي اشيل ايه؟ حابب اشيل ايه بس قول لي، قول لي ولا تخبيش يا زين. ايش تقول العل العل. يلا. معايا الصينيه ندخلها الفرن. صينيه الرنجه، فطيره الرنجه، ابداع طهوي. ليه تمطنش دي؟ دي فيها خبرة. صينية البطاطس بالسمك دي عملناها مليون مرة، ولكن كل مرة بطريقة جديدة. ولكن الجديد معانا النهاردة وحقوق الطبع لدينا وبس، الرنجة في الصينية اهي معاها خبرة طهوية، معاها تشكيلة من الخضار بطعم الرنجة. بعد الفاصل. حاضر اهو. يلا انا صينية السمك جاهزة، الرنجة في الفرن. ولازم ترتيب عملك يكون كده علشان كل حاجه تطلع على السفره. ولازم يا اختي يا امي يا خالتي يا ست الكل يا ملكه جمال العالم كله تقعدي على السفره في وسط ولادك عشان تسمعي كلام حلو. تسلم ايدك يا ماما، تسلم ايدك يا زوجتي، تسلم ايدك يا ست الكل، وهكذا. هعمل دلوقتي شويه مكرونه بالكاليماري بس هشتغل فيهم بعد الفاصل، مش هياخدوا مني وقت. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بصراحة في الفاصل أنا قاعد بغازل السمك مع البطاطس. آكل إيه الأول، البطاطس ولا السمك؟ خاصة البطاطساية لما تكون شريحة رفيعة وتستوي بسرعة وتخش الفرن تبقى بقرمشة قلبت على شيبسي طري، تبقى لطيفة أوي على فكرة. شفت؟ عايز تشوف البطاطساية شفت إزاي؟ أهي شفت البطاطس لازم تقطع بالشكل ده كده. ما الاقيش بقى بطاطسيه كبيره وبطاطسيه صغيره. اهي 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 شفت؟ والله بص اهي 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 هي دي الاهم حاجه. السمك اوه ما اقولكش ما
اقول لك شهر عيني. حاضر. عايز تشوف البياض والجمال؟ لا اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. اكلك منين يا بطه؟ اكلك منين؟ اوهو ممنوع ها؟ تسمح لي؟ بلاش الف انا وشف زي الفل تمام. لا ويهمني القرمشه اللي هي على بطن السمكه وعلى ظهر السمك دي مهمه جدا على فكره، نتيجه ان انا حمرتها شويه قبل ما احطها مع البطاطس. طيب المكرونه هي كلها في حله واحده، هتستوي هنا والكاليماري هنا والخضار هنا وكل حاجه هنا. شفنا المقادير استاذ رحب؟ اشتغل اشتغل. حاضر يلا يلا نشوف. معلقتين من زيت الزيتون والمقادير على الشاشه. مكرونه قواقع وبصل وثوم كاليماري سبيت الاثنين واحد شكلا وموضوعا وموضون ومضمونا وكل حاجه. دي اسمها رخويات البحر. البحر فيه ثلاث عائلات، ثلاث عائلات أغنية، قشريات رخويات اسماك اللي هي الفلهات والحاجات دي كلها، من اول البربوني للبياض لقشر البياض للبلط للبوري للوقار للهامور للمرجان دينيس زبيدي دراك، كل ده سمك. القشريات جمبري استاكوزا بلح البحر كابوريا كل ده وجمبري. الرخويات كاليماريا دي اساسي والسبيت والاخطبوط. ولكن يا اخوانا الكاليماري بيشد مننا، كاليماري مش بيستوي. كاليماري يا عم الشيف المغازي بنيجي ناكل منه بتلاقيه زي البلاستيك واحنا بناكل، وبشوف الكلام ده. انا قطعت الكاليماري بس ما حطيتش عليا مفيش اي حاجه على اهو كاليماري اهو او سبيت ما عليهوش اي حاجه خالص، لا زيت ولا توابل ولا بهارات ولا اي حاجه. كل القصه معايا طاسه شديده الحراره، ودايما تستخدمي مع الاسماك الاواني الطهي زي طاسه او جريلا تكون المعدن بتاعها جيد وتسميك عشان درجه الحراره دي مهمه جدا على فكره، دي قالب باء. والزيت هنا سخن جدا 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 اهو. بنزل بالكاليماري. على فكره الكاليماري دلوقتي فيه روح، ودايما يقول لك يا كان ماشي في امان الله، ده لسه شايفه امبارح جات له سكته قلبيه. سكته قلبيه يعني مره واحده خلاص قلبه وقف. الكاليماريا فيها خيوط وفيها عروق وفيها انسجه، الانسجه دي انا عايز اقطعها مره واحده علشان يستوي من دقيقتين بالظبط يكون الكاليماري ده استوى. ما احطش عليه اي حاجه خالص ولا اي سائل، الزيت شديد الحراره اهو. شفتي لونه اتغير ازاي؟ هو ده استوى الكاليماري خلاص خد الصدمه، هي الصدمه دي تسويته سواء مع الكاليماري او سواء مع السبيط انا يا فندم. فين يا فندم؟ انا معاك اهو. ده كلام برضه يا شفيق يلزق ده كلام اهو. ما تغطوهوش عشان انا مش بسلقه، اسيبه على النار حلو الكلام وانساه شويه. معايا مكرونه اهي، المكرونه دي بحضرها شويه كده في شويه الميه اللي بيغلي دول. الله هو ده. مش هتستوي هنا، ده هي هتستوي هنا ربع سوا، تكمل سواها مع كاليماري باذن الله وابدا وانا شغال كده اقطع شويه الخضار الحلوين، ممكن فلفل ممكن بصل ممكن ثوم. حاضر عينيا. بص يا غالي انا احرمك ليه؟ شفت الفطيره؟ تستوي دي على السفره عايزه طبق بطيخ وسلطه خضراء. الصينيه دي عدله صحن بطيخ حلو كده، والبطيخ باذن الله السنه دي زي الفل. كل يوم اجيب بطيخه بسم الله ولا بطيخه طلعت وحشه. وسلطه خضراء حلو الكلام ده مهم. السمك مع انت عاجبك قوي السمك يا شفيق على فكره مخرجنا ذواق عشره بقى. كام سنه يا شفيق مع بعض؟ طيب فاحنا دلوقتي هنبدا نشتغل في المكرونه بالكاليماري، ونبدا نضيف لها الخضار اللي موجود عندك في الثلاجه. عندك فلفل الوان، عندك كوسه، عندك شويه كرفس زي ما انت عايزه. معانا عود شبت صغير كده حبيب المكرونه، وخاصه المكرونه بالسي فود ما تكترش بالشبت لانه حرام. عود من الكرفس ده كده، فلفل ده كده، ده معانا زي الفل. والسبيط في النار خلي بالك ده ما تقربش منه، سيبيه بقى وعايش مع نفسه. اول حاجه باخد الفلفل ده كده، ده مش حار خلي بالك، اللي ياكل منها مش سبايسي قوي. اشيل الفلفل البزر ده كده، ده مش هنزل بيه دلوقتي غير لما اتاكد ان السبيت استوى.
قصدي الكاليماري استوى. الفرق بين السبيط والكاليماري، حاضر. قصدك السيبيا، احنا هنا في مصر نسمي السبيط سيبيا، لا في السواحل يسموه سيبيا، سيبيا اللي هو السبيط. حلو الكلام. اه والكاليماريا معروف اللي هي الكاليماري. الفرق بينهم الاثنين لونهم ابيض، دي رقم واحد. الطعم تقريبا 90% من طعم واحد. التوظيف مختلف، السبيط يتحشي، ده الفرق بينهم بس. السبيط لا سوري، الكاليماريا تتحشي، ممكن نحشيها زي الحمام يعني. يتعمل مع مكرونه، يتعمل مع شوربه سي فود، يتعمل طواجن، يتعمل بالكريمه، يتعمل بالقشطه زي ما انت حابب، يتعمل مقلي كريسبي لطيف وجميل. ادي الكاليماري استوى اهو، ننزل الخضره دي كده. حلو، بصلايه ناعمه صغيره، خضره مش هنزل بيها دلوقتي. بس خلص الطبق مع العيد، صلصه طماطم مع الكاليماريا والسبيط تدي طعم حلو قوي، الطواجن الحمراء بتاعت السي فود. عشان كده تلاقي السماك يقول لك عايزاه ايه، احمر ولا ابيض؟ احمر يعني بياخد طماطم او معجون طماطم او صلصه، الابيض بياخد كريمه لباني وحليب. حاضر عينيا، اوريك الفطيره دلوقتي ما تقلقش. كده الكاليماري جاهز، المكرونه اخبارها ايه؟ تكمل سواها بعون الله. اهي شفت المكرونه معانا اهي، بص على المكرونه دي كده اهي، في ميه مغليه، بسم الله الرحمن الرحيم، شيلها كده اهي بالميه بتاعتها، استوت خلاص. الله الله عليك يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. ولادك بقى مش بياكلوا السمك، ما تقولولهمش ده سمك، انا عامل لكم مكرونه يا ولاد النار. هيلاقي نفسه بقى بيت ايه، بيتكعبل مع الكاليماريا اللطيفه دي كده، ياكلها يلاقي طعمها حلو، يقول لك يا ماما هي دي ايه اللي عامله زي البطاطس المقليه؟ رد عليه قول له دي يا بابا دي سمك كاليماري. اه بلاش سمك، الاولاد يقول لك انا مش باكل السمك، بس عايز 2 كيلو جمبري يقعد ياكل فيهم، ده عايز بقى ايه بنك وراه ده. اه والله في اطفال كتير وكبار السن كمان يقول لك مش باكل سمك، والله يا شيخ انا باكل جمبري. يا ربي ده عم كل سمك احسن. حلو، تضحك تضحك. نمسك الخضره دي كده، الشكل ده كده، مش هحطها دلوقتي خالص، يتحط فين؟ قبل التقديم مباشره. حط شبت صغير خضره بتاعتك، ممكن كرفس، ممكن بقدونس، بالشكل ده كده، بلاش العروق من فضلك. خلصنا الفطيره عينيا، بص عليها بص عليها وملي عينك. الله شوف الحلاوه، شوف الجمال. اه السمسم بقى اتحمص والعجينه بتفاصيلها زي الفل. اقول لك على تركيه حلوه وانت بتعملي العجينه، بس دي يعني عايزه برضو شويه وقت. خد الجلده بتاعت الرنجه دي، خد الزيت بتاعها زي ما انا خدته دلوقتي كده، هديكي شويه زيوت صغيرين كده، الزيت بتاع الرنجه مع الزيت اللي انت بتحمري فيه تحمير الجلده بتاعت الرنجه، تاخدي المعلقتين الزيت دول تخليهم يشاركوا في العجينه بتاعت اللي انت عملتيها، راحت في حته ثانيه العجينه نفسها بقى طعم الرنجه وهكذا. شفت ازاي الموضوع جاي؟ هو تاني اقول جلد الرنجه اللي انا خليته من شويه حمرته، نزلنا فيه بالبدايه مع الخضار، بلا الخضار بنحط عليهم معلقتين زيت او معلقتين زبده، هيدوني في الناتج معلقتين مع الزيت اللي نازل والريحه بتاعته. اخد المضمون ده اعجن بيه العجينه بدل الزيت اللي انا حاطه في العجينه، خدنا في حته تانية. نقلب دول كده مع بعض. بجيب الكلام ده منين؟ من عند ربنا والله. دي بص تحب شغلك تلاقي ربنا بيرزقك. الرزق مش فلوس وبس. الرزق فكر، ابداع. حلو، المكرونه جاهزه، كريمه اللباني معانا. يا ويلي كريمه لباني كمان، هو ده. نقلبها
بسم الله. دي عايزه شويه فلفل اسود، كترش بهارات كتيره بقى عشان المكرونه تبان والكاليماري تبان. شويه فلفل اسود حلوين كده. انا حاطط ملح في سلق المكرونه، اوعى تحط ملح. وكده كده الكاليماري المستورد بيبقى مالح شويه. مش بكلمك الصراحه، دي كاليماري جايه اكياس. فكناها وقطعناها مش طازه. المصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه القناه الاولى. اقول لك بقى جايبه من البحر ومصطاده والجو ده خالص زي الفل تمام. كاليماري جاهزه. يا الله، هناخد الطبق ده كده بسم الله الرحمن الرحيم ونغرف. الله عليك، تسلم ايدك يا عم الشيف. نعم يا غالي، ممكن. بقول لي ممكن بدل الكاليماري نحط جمبري؟ مكرونه بالجمبري. ممكن. خرجنا رايق. تجيب الجمبري اللحم نفس قواعد تسويه السبيطه والكاليماري هي مع اللحم، بس في الحاله دي الجمبري اللحم بيستوي بسرعه ما بياخدش وقت كبير زي الكاليماري او السبيط. طبق مكرونه زي ما قال المغازي، مفيش كتاب بيقول الكلام ده لسه. زي الفل. طلع الفطيره بتاعتنا، نروع الدنيا كده اول باول. اللهم صل على النبي. الفطيره بتاعتنا اهم حاجه بقى هنا، خليها في التلاجه عندك او بره، استخدميها وقت ما انت حابه. جهز ده مكان كده زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ده مكانها. بص عليها في الفرن بالله عليك قبل ما اطلعها، عشان عاجبني شكلها وهو في الفرن على فكره. شفت التفاصيل الصغيره دي كده؟ الله. هعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ بالله عليك. شفت؟ الكلام ده مش هتلاقيه غير هنا وبس. بص الشيف بيعمل ايه؟ بص الشقاوه بتاعت المطبخ، بص. لا لا لا، ده موضوع، ده مش ده موضوع يطول شرحه. ده بهريز نازل يا باشا على المكرونه. بهريز. دي موسوعه طهويه. نقدم الفطيره بتاعتنا. الف انا وشفا. زي الفل. مطبخنا النهارده خليها سمك النهارده. عملنا فطيره الرنجه بتفاصيلها، دي عايزه صحن بطيخ وسلطه خضراء وخلص الكلام. عملنا صينيه بطاطس جامده جدا بالسمك، السمك ده جزل، السمكه وديلها وراسها معانا في الصينيه. عملنا طبق مكرونه جامد جدا، ممكن يتاكل بارد ويتاكل سخن، اللي هي المكرونه بالكاليماريا. وشفنا عملناها مع بعض ازاي. اهم حاجه تخش مطبخك بحب، عارفه هتعملي ايه، ولادك بيحبوا ايه، ترضي كل افراد الاسره، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.